والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رمان البلي ومواصفات رمان البلي وإيه اللي ينبغي إن احنا نراعيه لما نيجي نشتري رمان البلي. أول حاجة رمان البلي، أما رمان بلي بيبوظ لازم نجيبه نفس المقاس، مقاس من الداخل ده والمقاس من بره والمقاس من هنا. طبعا انت الحاجات دي مش هتعرفها، بيبقى مكتوب يا جماعة على اهو المقاس بتاعها مكتوبة هنا على ايه، على رمان البلي زي ما احنا شايفين اهو 62.02 وبعدين زد. لما نيجي نغيرها هنجيبها بنفس المقاس دي، العلبة الجديدة اهي 62.02 والارقام دي برضو المقاسات الايه بقيه المقاسات. فلازم نلتزم بان احنا نجيب رمان بلي بنفس المواصفات، بنفس القطر من بره وبنفس القطر اللي هنا بتاع الماسوره اللي هتركب فيها. طبعا في الرمان البلي ده يا جماعه ليه موديلات كتير، ليه ماركات، يعني جينا من بلاد كتيره، في مصري، في صيني، في اسباني، في ايطالي، في كندي. احسن حاجة نجيبها طبعا لو في الايطالي او بعد كده بفترة يعني الاسباني والكندي، اقلهم الصيني. الصيني يا جماعة ده ارخص حاجة، دي انا جايبه طبعا من كلوب بيكر الرمان ده، فبيبقى ارخص شوية من المحلات التانية اللي ده بستة جنيه. الكندي يا جماعة والاسباني بعشرين جنيه، فرق شاسع. المصري بعشرة جنيه. فيجب طبعا تركيب نوع جيد وكويس. مش عايز بقى تكلف هتجيب الصيني اللي هو ابو ستة جنيه. طبعا لما نيجي نغير الرمان البلي ده نلاحظ حاجة، في شطف هنا يا جماعة اهو وهنا شطف، ده عشان يسهل نحط الرمان البلي او نبيته في الطارة بتاعت المروحة. خلي بالك اوعى ما تجيبش الحتة دي مش مشطوفة، لو مش مشطوفة هيصعب عليك انك تدخلها في الوشاش بتاعت المراوح اللي فوق، مراوح السقف اللي فوق واللي تحت، فطبعا هيبقى اصعب عليك وممكن تبوظ الطارة لانك هتحاول تقرص عليها اكتر من لازم، هتروح بايظة الطارة. طبعا هم عاملينها كده للسهولة، وغير كده لازم الرمان البلي ده يدخل شحط في الطارة اللي تحت، يدخل شحط يعني يبقى يدوبة جاي على قديها بالظبط، عشان ما نضطرش نعمل بقى هنا ايه، نحط حاجة يعني تتخن هنا او اي حاجة تانية، فلازم نجيبها بالمقاس بالظبط. طبعا في نوع تاني يا جماعة، ده زي ما احنا شايفين الرمان البلي هنا في المسار بين الدايرة دي والدايرة دي، وطبعا لازم تجيبه حر الحركة. هتقول لي ده انا جايبه جديد، انت ممكن تجيبه جديد ويكون مركون عندهم ولا حاجة واصل له رطوبة، ساعات بيجي مش في كيس. اما اللي بيجي في كيس يا جماعة زي ده كده للأسف برضو بنصح انك ما تجيبش اللي هو الجزء ده اللي مغطي رمان البلي بلاستيك، لان ممكن الحرارة ترتفع نتيجة التشغيل في المراوح، ترتفع درجة الحرارة فيؤدي ان هو ممكن يسيح. فالاجود والاحسن الرمان البلي اللي هو الغطاء بتاع البلي حديد، لازم ده يكون ايه، حديد يا جماعة، اولا عشان يستحمل ارتفاع درجة الحرارة ما يسيحش، لان لو ساح دوك هيدخل في رمان البلي وهيعوق حركة رمان البلي وممكن يوقف مروحة السقف. تاني حاجة ما جيبش من النوع المفتوح، للأسف في نوع مفتوح ما فيهوش الغطا ده، طبعا ده هيسرع ببوظانها، لأن هيدخل فيها تراب، ممكن يدخل فيها تراب وهيخلي الرمان ده يبوظ والمروحة تخشول وتعمل صوت. فلازم ما نعملش ما نجيبش الجزء المفتوح ده، نجيبه حديد، نجيبه ماركة كويسة، ما نجيبش البلاستيك دوك.
في حاجة تانية عايز اقولها برضو للي بيركب رمان بيلي، ما تدقش عليها، لان ممكن تدق عليها يعني تبوظ، ولازم تدق عليها بطريقة متوازنة، وتدق هنا كده اهو، من هنا وهنا او من هنا وهنا على الاقل، بس ما تدقش على الجزء الجواني ده او البلاستيك اللي ضاغط هنا. تاني حاجة عايز اقول لكم معلومة تانية، الرمان البلي يا جماعة ما بيخشل نتيجة للصدى ونزول المية فيه، وخصوصا لما مثلا في فترة يعني تتساب لفترة الشتاء مثلا، تدخل المية تتحوش جوه، طبعا ده حديد هيصدي، هتيجي تفتحها انت بقى في الصيف تلاقيها خشولت يعني عمل الصوت كده خشولة او قفشت كلها وباظت الرمان البلي ده، فكده عايزة تتغير. تاني حاجة لو في مية بتنزل على المروحة بأي طريقة، خصوصا في الأسقف الخشبية، لازم نبعد المية عنها. أرجو إن أكون منسيتش حاجة، هات حاجة جيدة ماركة جيدة أغلى بس أحسن ما كل سنة مثلا تروح مغيرها. أرجو إن ما أكونش نسيت حاجة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.